وحدة المحلية بكفر الترع القديم تضم 8 قرى أم و32 تابع. المبادرة داخلة معانا في الثمان قرى الأم اللي عندنا في دنجواي. بيتم الوقت حاليا إنشاء مدرسة جديدة، مدرسة التربية القومية بدنجواي على مساحة 850 متر، هتبقى عبارة عن مدرسة تعليم أساسي. تمام، عندنا دلوقتي في الوحدات الصحية تم إخلاءها بالفعل، وهنبتدي إن شاء الله من بكرة نسلمها القوات المسلحة لاستعتمادها وإدخالها ضمن المبادرة في إنشاء جديد. عندنا برضو اللي تم امبارح من الامس من هيئه القوات المسلحه، بالفعل نزلوا كل القرى التوابع للوحده المحليه بكفر الترع القديم، ومروا على كل الطرق اللي هيتم رصفها او اعاده رصفها او اعاده رفع كفاءتها. عندنا في كفر الترع القديم كانها وحده، اعتبرها كانها وحده الام، القرى الاساسيه الوحده الام لكفر الترع القديم. عندنا مجمع اللي هو الخدمات بالوحده المحليه بكفر الترع القديم، حاليا تموا فيه عملوا شدوا اخشاب الدور الارض، وهو عباره مبني برضك على مساحه 850. مجمع الخدمات دلوقتي مبني على مساحه 850 متر، هي عباره عن ثلاث ادوار. الوقت حاليا بداوا فيه في بناء الاعمده، شد اعمده الدور الارضي. هيبقى عباره عن مركز تكنولوجي، تمام، شهر عقاري، وحده تضامن اجتماعي. لا، هو المراكز الشباب كلها جاي لها احلال وتجديد، تمام، مش رفع كفاءه بس، زيها زي الوحدات الصحيه بالظبط، كلها انشاء جديد. مبادرة جه عيسى كريمي وهيعمل لنا صرف صحي، وده بالشغل اهو، وهيعمل لنا غاز، والراجل بيشتغل، راجل بيشتغل بالصلاة على حضرة النبي بيشتغل، يعني حلو قوي 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 قوي. احنا عاوزين منه من الريس خط غاز عشان الأنبوبة غالية، عاوزين صرف صحي والترعة تتردم، وعاوزين المية تكون حلو، وعاوزين المستشفى أربع أدوار ما فيهاش لا إسعاف ولا دكاترة على وعي. يعني عندي 65 سنة، كان هنا دكاترة وكان هنا إسعافات وكان هنا مطافي، مانيش لاقي حاجة هنا.